اهلا بيكم في حلقه جديده من سبوره في الجول، واللي هنتكلم فيها عن ليه الزمالك برغم انه كان المتحكم في مباراه مازيمبي لكن ما قدرش يهدد خصمه لدرجه تكفله انه يسجل هدف ربما كان هيبقى مهم جدا في مشوار الفريق في دوري ابطال افريقيا. الزمالك مع كارتيرون لسه محافظ على اهم ميزه اكتسبها مع الراجل الفرنساوي ده، وهي اللعب بشكل منظم يخلي الفريق وهو بيهاجم مش خايف من المساحات اللي في خط دفاعه، بمعنى ان خروج حازم امام دايما للهجوم بيتبعه ان محمد عبد الشافي بيبقى واقف في مكانه ما بيعديش نص الملعب علشان يكون اولا محطه للجبهه اليسرى، ثانيا علشان يفضل مامن الجبهات الدفاعيه للزمالك. نفس الموضوع لما محمود علاء بيسيب مكانه اوتوماتيكلي هتلاقي فرجاني ساسي او طارق حامد واخد قلب الملعب علشان خاطر لو اتقطعت الكوره في اي مرحله من مراحل الزمالك وهو بيهاجم يكون في امان كبير عند الفريق الابيض. لكن الزمالك عنده مشاكل كبيره جدا في الهجوم، سببها حاجه واحده بس، ان كل اللعيبه اللي في ارض الملعب عايزه تستلم الكوره في رجلها. كارتيرون منظم الزمالك كالاتي: النقطة الأولى إن شيكابالا كان بيسيب مكانه هنا كتير يسقط لورا علشان ياخد معاه انتباه الظهير الأيسر لفريق مازيمبي، وبسرعة أوباما بيحاول يملأ المكان الفاضي ناحية اليمين عشان يستلم الكورة في مساحة فاضية. نفس الموضوع ده كان بيطبق ناحية الشمال بين أوباما وزيزو. لكن الأزمة الرئيسية اللي كانت موجودة عند الفريق إن في أوقات كتيرة جدا شيكابالا عايز يستلم الكورة في رجله، أوباما عايز يستلم الكرة في رجله، زيزو عايز يستلم الكرة في رجله، وبالتالي الفريق ما كانش قادر يخلق هجمة سريعة منظمة على فريق مازيمبي. في أكتر من حالة اترصدت فيها إن مثلا على سبيل المثال شيكابالا وحازم إمام أوباما واقف هنا عايز يدي الواحد فيهم الكرة، الاتنين بيجروا جنب بعض، بدل ما حازم إمام يقطع بسرعة على الجبهة دي شيكا يدخل للقلب علشان يعمل خلخلة في دفاع الفريق الخصم، لأ اللي بيحصل إن الاتنين بيعملوا مع بعض قفلة. واحدة تانية من النقاط اللي كانت ضرورية جدا، شيكا في واحدة من الألعاب ربط مع أوباما بشكل كويس قوي وزيزو كان واقف هنا في الجبهة الشمال. الفكرة إن شيكابالا بص كرة لأوباما وما قدر ينزل لمصطفى محمد. في كل الوقت ده زيزو كان المفروض يبقى بيتحرك علشان يستلم باص سريع من مصطفى محمد يروح بيه على الجول، لكن اللي حصل ان زيزو فضل واقف في مكانه. ازمه انك واقف في مكانك مستني الكوره تيجي في رجلك خلت الزمالك كل مره بيستلم الكوره ما عندوش غير حل واحد من اثنين، يا اما يدي الكوره لعبد الشافي او حازم امام يرفع عرضيه لمصطفى محمد، يا اما يشوط من خارج منطقه الجزاء. المشكله بقى الرئيسيه انك لما بتعتمد على الكرات العرضيه انت ما عندكش داخل منطقه الجزاء غير مصطفى محمد بس اللي بيلعب بالهيد، بمعنى ان اوباما ما بيعرفش يلعب بالهيد، شيكا ما بيعرفش يلعب بالهيد، زيزو ما بيعرفش يلعب بالهيد، وبالتالي حتى اللعب على العرضيات كان يدوبك منتظر لحظه ابداع ولحظه تعملق متفرده من مصطفى محمد. وبالتاكيد دي اكبر نقطه خسرها الزمالك لما اتصاب اشرف بن شرقي قبل بدايه المباراه، لانه تقريبا اللعيب الوحيد اللي عنده الجزء ده عنده التهديد الخصم داخل منطقه الجزاء في الالعاب الهوائيه. النقطه الثانيه هي فرجاني ساسي. فرجاني ساسي مشكلته في مباراه النهارده كانت مرتبطه بشكل رئيسي بالنقطه الاولى اللي اتكلمنا عنها، ان فرجاني كل ما كان بيزيد كل ما كان بيلاقي اللعيبه كلها عايزه تستلم الكره منه في رجلها، وبالتالي ما كانش فيه مساحات فاضيه يقدر يصنع فيها خطوره. المشكله الثانيه كانت عدم زياده عبد الشافي، طالما حازم امام طاير يبقى عبد الشافي واقف، وبالتالي الدفاع مازيمبي كان بمنتهى السهوله بيرحل نفسه مع الطيران بتاع حازم امام، وبالتالي المساحات كانت بتبقى ضيقه جدا. هنا كان لازم في الوقت ده عبد الشافي ينطلق وياخد الباص على سبيل المثال من فرجاني ساسي، لكن عبد الشافي ما كانش بينطلق، وبالتالي فضلنا الشوط الاول كله كل ما تيجي الكره لفرجاني اسهل حاجه يعملها او الحل الوحيد اللي قدامه يعمله في الحقيقه انه يباصي للاعب اللي جنبه. النقطه المهمه جدا كمان في ازمه فرجاني ساسي كانت ان لعيبه فريق مازيمبي انتبهت بسرعه للحيله اللي بيستخدمها كارتيرون، وبالتالي لما كان شيكابالا بينزل لوسط الملعب علشان خاطر ياخد معاه الباك ليفت ما كانش بياخد شيكابالا، الباك ليفت كان بيسيب شيكا ينزل يستلم ويسلمه لاقرب واحد ليه ويفضل هو محافظ على مكانه، وبالتالي المساحات اصبحت مقفوله وضيقه جدا. الزمالك بقى منظم مع باتريس كارتيرون، الزمالك ما بقاش فيه خطوره كبيره على مرماه مع باتريس كارتيرون، مكاسب رهيبه، لكن في نفس الوقت لازم الفرقه تبقى عندها القوه والحده داخل منطقه جزاء الخصوم اذا كانت عايزه تكسب بطولات، وبالتالي ضروري ان لو اشرف بن شرقي مش موجود زيزو يتطور في اللعب بالهيد، وأوباما يتطور في اللعب بالهيد، اللعيبة تتطور في التحرك بدون كورة، أو على الأقل يلجأ باتريس كارتيرون للعيبة اللي بتجري تستلم الكورة في المساحة زي أوناجم علشان الفريق يكون مؤهل للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، وتأكيد ده الحلم اللي كل الجماهير الزملكاوية مستنياه.